صباح النور عليكم البنات، او مساء الخير عليكم. كنتمنى تكونوا بخير واموركم كلها بخير، صحتكم كتدوزوا اجازه زوينه ويكاند زوين. فان شاء الله اليوم هذا الفيديو ديال الروتين ديالنا. كما كتعرفوا احنا في مصر عندنا الاجازه ديال نهار الجمعه، كيكون محمد يعني يبارك في هذا النهار هذا، فكنحاولوا نديروا هكذا شي فطور شويه مختلف. بعض الخضرات كنديروا مغربي، بعض الخضرات كنديروا مصري، على مهم مخلط اللي نقدروا انا ناكلو ويقدر حتى هو ياكلو. اغلب الاوقات يعني الدابة حاليا يعني كنديروا داكشي صحي شويه. فالمهم هنا هذا النهار هذا درت فطور اللي هو يعني فطور عادي، غيكون زايد عليه غير شويه ديال الفول المصري، كنت انا اللي مصاوباه. فانا اللي كنجيبو يعني كنجيب فول ناشف، وكان كما كيقولوا كندمسو في الدار. فهو البنات كما كتعرفوا الفول راه زوين بحالو بحال شكل البيصار، يعني ما كاين شي فرق بيناتهم. هو الفول هو اللي كنديروا به البيصار، هو هذا غير هذا طريقه اخرى. فصافي هادشي اللي كاين. المهم انا حطيت قطعت مطيشه، قطعت خيار، درت جبنه مثلثات، جبنه هكذا، المهم جبنه واحد جبنه زوينه بزاف البنات، طبيعيه وزوينه بزاف. ما عرفتش شنو سميتها، ولكن المره الجايه غنقولها لكم. حيت قلت فيا بقيت تشاركي معنا يعني داكشي اللي كتشري كيكون زوين، البلايص اللي كتمشي ليها يعني ملي كتبغي تمشي شنو شنو كتركبي. يعني بحال هكذا بالنسبه للبنات اللي كيلي بغاو يجيو لمصر. فالمهم هادشي اللي قالوا لي البنات راه كنقول لكم. صافي هنا درت العسل اسود، هذاك البنات ديما كنقول لكم راه زوين وصحي، ودرت شويه ديال المربى ديال الفراوله. هنا اختي ضروري من اساي اساي ضروري، وعندي داك تاع البنات مخلط فيه لويزه وفيه فليو وفيه مخلط مخلط مخلط، كانت مصيفطاتو لي صاحبتي الله يجازيها بالخير والله يشافيها يا ربي. والشيبه ضروري من الشيبه. مهم واحد القضيه البنات بغيت نوريكم، هاد الشيبه كنصيفطها لي اختي، هذه انا كنجيبها مثلا اولا يعني كنجيبها بزاف، كنلويها هكذا في السلوفان، كنديرها في الفريكو، وملي كتبغيوها كتخرجوا، ماشي كتخرجوا الذوب غير كتخرجوا تاخذوا منها عريش، كترجعها في السلوفان، ترجعها في ميكا، ترجعها للفريكو. صافي كتبغيو ابشروا البنات بحال يلاه شارينها ولا بحال يلاه جايبينها، ما تخافوا منها حتى شي حاجه. هذه الطريقه واعره البنات. كاينه الطريقه الثانيه، هي بغيتو تنشفوها يعني تجيبوها تنشفوها عادي وكتبقى معاكم، كانت كديرها امي الله يرحمها ويغفر ليها في النار، هي خويا كانت كتبقى تعلقها هكذا في الكوزينه صافي كتخليها تنشف. ف يعني كتجي زوينه ضروري مع هذا البرد مع زويته وداك الشيء كتجي فنه. صافي وهنا درت، المهم درت البيض، وكان عندي الفول كما قلت لكم كنصوبها انا بالحق عزيز عليا، نديرو بمطيشه وفلفله، ماشي مطيشه مطيشه والبصله والثومه، كان هكذا كندبلهم واحد شويه ومن بعد كندير عليهم الفول وما والثومه. صافي كديروا فيه البهارات اللي بغيتو، كديروا شويه ديال الكمون شويه ديال القزبر وشويه ديال الملح والبزار. صافي هادو هما البهارات، ديروا عليهم من الفوق زيت العود، عرفتوا واحد الطعم زوين. واخا انا ما عنديش معاه والله ما عنديش مع عندكم هو الفلافل، ولكن ملي كديروا الزيت العود من الفوق وكديروا بهذه الطريقه كيجيو غزام. وكان هذا هو الفطور ديالنا لهذا النهار ديال الجمعه. ايوا هنا طبيعه الحال كاش ميزه زعمر تقول البشره للكوزينه. كنا بحال هكذايا، كنا ضروري ما يعني ما نديرو. انا الصراحه في ما فيش داك الطبع ديال يعني ناكل مثلا ونقول بلاتي نرتاح شويه وعاد نطلق الكوزينه نجمعها، لانه صافي عرفتوا دابا البنات مع البرد كترخاو، صافي كترخاو كتدفاو كتبركو. ف يعني هكذايا ملي تساليو غديوه ولا تساليو داك الفطور ديالكم نيشان جمعوها، خصوصا دابا انا عندي كوزينه صغيره، فاي اي روينه يعني دارت فيها كتبقى هي كتجمع دغيا الصراحه. وعندي صالح صغير، فاي حاجه ضروري ما نخليهاش الدور ليا تما، كنجمع داكشي وصافي وكنغسلو وكتلقاو هاد الجمعات بسرعه. فالمهم شوف غير قبلوا عليا الكوزينه راه باقا ما مقاداش مزيان 100%، باقي يعني تحت داك الحوض باقي مفتوح، المهم باقي شحال من حاجه. غتقول لي الماكينه انا مدوره هكداك حيت باغا نقاد فوق منها شي حاجات باغا نصاوبهم، ان شاء الله المهم تمشي عند النجار ونقادهم ونقاد داكشي. صافي هادشي اللي كاين، وجمعت هنا المعينات، رديت كل حاجه لبلاصتها، رديت داكشي اللي المهم داكشي اللي فطرنا الحمد لله، وداكشي اللي بقى رديت زوج في الثلاجه، ودست كنغسل هاد المعينات. بغيت نقول لكم البنات شكرا لكم الله يحفظكم، واخا خلعتوني والله العظيم البنات راكم خلعتوني ما نكذبش عليكم.
بالنسبه للشرجم، شوفوا الشرجم راه فيه القفل. كيقول لي البنات ما تقوليش لينا فيه القفل، واخا فيه القفل راه بنتي حلاته، واحد البنت خلاتني قالت لي راه بنتي حلاته طلعات. راه شوفوا هو دابا فيه ثلاثه ديال 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 الزجاجات، فيه زوج زجاجات وفيه الشبيك، فيه واحد الشبيك كاين وفيه القفل كيتسد. ولكن انا ان شاء الله غدا غدا نمشي نقلب على القفل، واحد القفل شفتو في جوجل، غدا نمشي نجيب واحد القفل اخر، يا اما غدا نجيب واحد اللعيبه حتى هي شفتها كيديروها باش يتسد. صافي عافاكم، ما تبقاوش تخلعوني والله. عرفتوا راه كنرد البال، ولكن راه سبحان الله يعني شوفوا سبحان الله. الله يحفظ وليداتنا، والله يحفظ وليدي، وكم عارفين غير عوينه وحده اللي عندي، والله يحفظ لكم وليداتكم. فان شاء الله غنمشي نجيب القفل وغادي نركبوا ليه باش ما يبقاش يتحل نهائيا. المهم صافي، هنا جمعت الكوزينه ومسحت الوطا وجمعت داكشي، وصافي جمعت المعينات وجمعت داكشي، ضربت عليها بواحد التشفيفه. هنا الماكينه كانت كتصبن، فصافي خليتها كتصبن على راحتها بعد ونشرهم. هنا مشيت البنات هذا النهار، هذا قال لي محمد خلينا نكملوا داكشي اللي باقي عندنا، كنا باقيين شي خوامي باقيين ما مركبينهمش صراحه، لانه ما كانوش عندنا دوك اللعيبات ديالهم. فمحمد كيجي يوميا من الخدمه عيان، صافي كنقول خليه سال يعني، المهم ننزلوا شوي لانه دابا ولينا بعاد لهاد المحل اللي كيبيعوا هادشي واحد شويه، فخصنا ضروري يعني يكون جاي بحال هكدا بكري عاد نمشيو. المهم صافي خليت محمد كيكمل داكشي وجيت هنا. البنات هاد الفيديو غتلقاوني كل شويه لابس حاجه، لانه كان شويه الصهد شويه البرد، وانا من داك النوع المبراده شويه كيجيني الصهد، كنحيد داكشي ملي كنجي نبغي نصور داكشي اللي كنلقاه قدامي كنهزو ثاني نصور به. فصافي هنا مشيت البنات باش قاد نوجد الغدا. شوفوا الشميشه قلت جات في التصوير بحال هكذا، ولكن قلت خليها زوينه بما انكم كتعجبكم هاد الكوزينه وكتعجبكم الشميشه قلت خليها. فاليوم قلت البنات غندير مقلوبه، صراحه ما شاركتش معكم الديتاي لاني كنت مشاركه معكم من قبل الطريقه ديال المقلوبه، ولكن البنات راه واحد الاختراع والله العظيم الا ما يمكنش الطعم، الطعم فيها خطير، تقدروا ديروا فيها كلش الخضره. هي هاد المقلوبه من فلسطينيه، كيديروها الناس ديال فلسطين، الناس ديال سوريا كنظن، وقيل شي دولة اخرى. المهم هذا الشرق يعني الشرق، ما هي ماشي تاع مصر، ماشي تاع مصر، ولكن انا عزيز عليا النوع في الماكله، ما عزيزش عليا داك المال، عزيز عليا النوع، ولكن هاد المقلوبه اختراع. المهم هنا البنات شوفوا، كتشوفوا هنا ركبنا الستاره، وهاد المكتبه اللي عقلتوا عليها اللي كانت عندي برا حتى هي ركبتها تما، قلت نبقى ندير فيها داكشي ديال العطور ونقادها وندير فيها شي تصويرات، ندير فيها شي هكدا الزرع يكون هكدا مدلي يجي زوين ان شاء الله من نقادو البيت حتى هو اختي شويه شويه. فانا مشيت كندير واحد السلطه بالخوص والبصله ومطيشه والخيار، غتقول لي حنا عارفين علاش تعاودي لينا حنا. المهم غير بغيت نقول لكم يعني شي حاجات كنزيدهم فيها كتعطي طعم زوين البنات. انا كنزيد فيها يعني الحامض راه كنا كنديروه، كنزيد فيها شويه ديال الزعتر محكوك، وما كنديروش ديما حيت قال يعني حيت كيطلع الطونسيون قليل فين كنديرو، حتى لا درت كندير دوك جوج فريقات ثلاثه، ولكن كيعطيو الطعم زوين. وكندير فيها واحد الفاص ديال الثوم كنحكو كيجي حتى هو غزال، وكنديروا فيها داكشي ديال داك ديال الشبات حتى هو كنديروا. المهم كما قلت لكم البنات صافي، ودرت معاهم هاد السلطه هاد المقلوبه. كتبغي واحد السلطه ديال الزبادي اولا دانو مبسوس، كتحكي فيه شويه ديال الخيار كتجي معاه زوينه، اولا غير السلطه كتجي معاه مخيره. بالنسبه للخضر اللي كديروا فيه، كديروا فيه الدجاج مقلي، البطاطا مقليه، هذاك ماشي سميتو داك الزهره، عرفتوا البنات كتبوا لي في التعليق ويا شنو سميتو، الزهره مقلي، الفلفله، اي حاجه مطيشه. فالمهم هذا الشيء اللي كتجي فيها كتجي فن، وكديروا فيها الدجاج كتجي زوينه، راه غتلقاوها عندي في القناه. المهم هذه هي المقلوبه، كتشوفوا داك الطبيسيل ديال محمود، حيت محمود مازال ما كنعطيهش الرز، درت ليه غير شويه ديال القمح طايب وسلطه، وغنعطيه خضيره صافي، خضيره من هذه والدجاج، اما ما كنعطيش الرز دابا حاليا، باقا موقفه ليه هو والبنان والحليب. المهم كلشي داكشي اللي فيه النشويات. هنا درت عليها شويه ديال البصله مقطعه، ديك البصله الخضراء تقدروا ديروا عليها الربيع، شوفوا راه كتجي كتحمق والله العظيم البنات، غير قلبوا عليها في القناه عندي غتلقاوها. حتى ما لقيتوهاش وبغيتوا نشاركها معكم قولوها ليا ونشاركها معكم، تمنى خاصني غير السبه باش نعاود نديرها عاوتاني. تقدروا تزينوها من الجناب، ديروا الربيع من هكذا من الجناب، الى عندكم الضياف، مهم عندكم يعني داكشي اختارعوا فيها. صافي هادشي اللي كاين، سلطه ديالنا، ودرت عصير ديال الباربا اللي بالحامض، وكما قلت لكم الطباسيل ديال محمود، داك القمح الفريكه،
هادشي اللي كاين هذا هو خدانا بالصحة والراحة، وسمحوا لينا اللي كتوحم صافي هنايا البنات. المهم كنت ديك تقضية ما كنت شاركتها معكم، كنت قضيتها البارح صافي خليتها، قلت تنقادها معكم ان شاء الله. كما قلت لكم راكم المرة غادي تلقاوني لابس حاجة. انا كنت مشيت دواش صراحة، ومشيت بدل حوايجي حيت ديك الغبابار وداكشي ديال الستارة كله نزل علينا، يعني شطبنا وصافي وكملنا ومشيت دواش عاد تغدينا، عاد نط كنجمع في هادشي كنرجعو كل حاجة لبلاصتها. المهم انا البنات كما شفتوني صافي كل حاجه كندير لها دايره لها العلبه ديالها، باش كيبقى عندي داكشي مقاد فقط غير داكشي اللي بحال الخزين كناخدو زايد ملي كتكون في عروض ولا شي حاجه، هذاك هو اللي كنديرو في المجوره. وان شاء الله بغيت يعني بغيت نقاد لي شي بلاصه ننظمها فيه صافي. هادشي اللي كاين يعني داكشي ديال الثلاجه درتو حتى هو حيدتو كما قلت لكم، راه ما جبتش كلشي يعني ما جبتش كلشي التقضيه، جبت فقط شي حد داكشي اللي ضروري، داكشي الاخر ان شاء الله حتى الغدا ونجيبو ان شاء الله. يعني داكشي ديال الثلاجه ديال الدجاج وديال اللحوم وداكشي ديال الخضره فصافي. المهم هنا جبت داكشي اللي مهم، جبت شعير صراحه جبتو هذاك مهم هذاك، ان شاء الله يعني نعجن ونديرو في الفريكو لانه داك الخبز خطير بزاف والله العظيم. شكرا لكم البنات ديالي، كاين البنات قالوا لي شهيتينا والله العظيم، البنات اللي كيجي كيحمق يعني شوفوا صدقوني الا جربتوه الا ما كانش كينجح لكم وجربتوا ديك الطريقه، هذيك الطريقه راه ناجحه 100% وان شاء الله غادي تنجح معكم صافي. هادشي اللي كاين البنات، وشنو بغيت نقول لكم بالنسبه للبنات اللي كانوا سولوني على الصالون، قالوا لي بشرى خدي لون يعني لون واحد هكذا محايد يجي مع كل شيء، انا داكشي اللي درت البنات. شوفوا انا صراحه خديته على قد يعني على قد فلوسي، على قد سميتو، على قد جهدي، وعلى قد اني انا مازال في ديور الكرا، يعني شي حاجه ديال الدرديف نيت وماشي شي حاجه اللي غنقول لكم كاليتي واو، ولكن مهم التغيير ويعني ناخذ شي حاجه اللي تدوز معنا وقيتها مسكينه وتمشي في حالاتها. هادشي اللي كاين خديته انا صالو، خديته ال يعني خديته ركنه ال، ما خديتش ثاني داك اللي سميتو، هذوك صافي مليت منهم صراحه، وخصك قادي هنا وديري هنا، هذاك ال كيجيك بحال الشكل ديال المغربي صافي، ولون واحد في اللون ديال الرمادي هذا، باش نبقى نبدل ليه كل مره مخيداتو ومقادتو هكذا، لانه دوك اللي كياخذوا مثلا داك الالوان يعني هذوك في المقدور ديالهم يبقاو كل سنه يبدلو، حيدي صافي تمليتي منه حيدي جيبي واحد اخر، مليتي من هذا اللون جيبي ملي حنا يعني حنا ماشيين مع الظروف ديالنا، ماشيين مع الجي على الجيب ديالنا، ماشيين على قد الحال، فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اهم حاجه راحت البال والصحه صافي. اما داكشي راه حنا اللي تنقادو، حنا اللي تنديرو، وان شاء الله معاكم غادي نقادوه ثاني نسقو. كاين شي بنات قالوا لي يلاه بدلتي، انا راه ماشي بدلتو البنات، راه اللي كدايره في ديك الدار راه غير غطا، غير غطا شريتو، كنت شريتو كتغلفو به داك الصالون وصافي يعني وكديرو، ولكن هو زوين غير هو ما تيبغيش كثر الحركه عليه داكشي علاش. فصافي يعني ان شاء الله يا ربي يدخلوا لنا بالصحه والسلامه، ان شاء الله نبدلوا شي حاجه جديده اخرى، لانه كل مره خاص الواحد صراحه نشوفوا حاليا هنا في مصر عندنا غلاوة داكشي الالكترونيات و نقولش لكم ضربي في ثلاثه وانت طالعه هاد التخربيق هذا. مازال كاين واحد البلاصه شويه رخيصه، كانت شات معايا دنيا ام انس الله يحفظها، هي اللي صراحه هي اللي مشات معايا، هي اللي وراتني هذا، هي اللي يعني كناخذ رايها وداكشي، لانه هي ما شاء الله عندها خبره في هاد الشيء ديال التواب وديال سميتو، فالله يحفظ ليها وليدها صافي. هادشي اللي كاين، اما انا بوحدي الصراحه ما يعني ما غاديش نعرف، فهادشي اللي كاين يعني ضروري مش بغيتو تمشيو تشيو شي حاجه يكون معكم شي واحد يعني كتاخذوا الراي ديال بعضياتكم زوين. هادشي اللي كاين البنات، المهم صافي جمعت هنايا هاد، كنا كنت كنقلب داك الشعير، لقيت عندي واحد البطاطا هي فيها الشعير صافي، بقيت كنقلب ما عرفش انا كنت نسحب القمح ساعه طلع الشعير، فقلت لي يلا من الخير حتى نعجنك ماشي مشكله.
الشميشه. شوف اختي شوف 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 الشميشه، عرفت الشميشه الغروب كيضرب هنا تبارك الله. شوف المهم جمعت ديك الروينه، جمعت ديك الروينه حيدتها صافي رجعت داكشي. غادي نبقى ديال البارب، هاد البارب غادي نديرها، غادي نسلقها واحد شويه ماشي بزاف غير شويه صافي، وغادي نديرها في الفريغو. عندي واحد دهرب الحوايج ايوا. المهم هادشي اللي كاين البنات هاد النهار. غادي نمشي نشر هاد الحوايج، شوفوا نمشي نشر هاد الحوايج وغادي المهم غادي ندير لكم مونطاج ان شاء الله شي فيديوهات عندي. ايوا هادشي اللي كاين البنات. المهم واش حزز عليا اختي نوقف هنا، الشميجه 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 يا اختي حزز عليا الشميجه. عرفتي كتحسوا كتحسوا بالاكسجين ديال الجسم ديالكم كيتبدل، الطاقه الايجابيه كتدخل والسلبيه كتخرج. يلا المهم البنات نشوفكم ان شاء الله فيديو اخر. نقول لكم شكرا لكم في البث ديالي، شكرا لتعليق ديالكم، الله يفرحكم كما كتفرحوني دائما، الله يفرحكم. يلا باي باي، السلام عليكم البنات.